السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. اليوم جبت لكم وصفة الصودا، هذه الوصفة الأصلية وأخيرا حصلت عليها من أقربائي. حصلت عليها، كانت هذه الوصفة عند سلفتي، وهذه الوصفة الأصلية مع الصودا. وشوفوها شلونها تخبل كلش طيبة، شوفوا شلونها طعمها يجنن. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير الصودا على الطريقة الأصلية. المواد اللي أحتاجها لتحضير الصودا أو السودا لهذا اليوم عندي هنا، هذا 225 غرام من الزبدة حرارة الغرفة، وأحتاج القليل من الزيت، زيت الطبخ. أحتاج 3/4 الكوب من السكر الباودر، 3 بيضات. عندي هنا 4 كوابة من الطحين، راح اشوف ايش قد راح استخدم من عندها هذه الخلطة. واحتاج ملعقة كوب من الهيل، اقل من ملعقة كوب من البيكنج باودر، نصف ملعقة كوب من الصودا. احتاج عصرة ليمون، واحتاج تقريبا ربع فنجان قهوة من ماء الزهر او ملعقة اكل من ماء الزهر. راح اخفق هذه الزبدة الى ان ما تصير مثل الكريمة. اضيف لها القليل من الزيت، حوالي يعني ملعقة اكل من الزيت اضيف لها، واستمر بخفقها. بعد ما انتهيت من خفق الزبدة شوفوا شلون تغير لونها، صارت مثل الكريمة. راح اضيف لها 3/4 الكوب قلنا السكر المطحون او السكر الباودر، واخفقهم سوية او مع بعض. بعدها ابدي باضافة البيض واحدة ورا الثانية، يعني مو 3 بيضات اضيفهم مرة واحدة، لا راح اضيفهم بالتدريج. بعدها اضيف البيضة الثانية واستمر بالخفق. البيضة الثالثة، بعدها راح أضيف الهيل وماء الورد، وأضيف القليل من الطحين. وقليل من عصرة ليمون، وأبدي أخفقهم سوية. أحاول أنزل الزبدة اللي صايرة على الجوانب حتى يمتزج، يعني تمتزج كلها مع بعض. بعدها أضيف المزيد من الطحين. شوفوا هذا يعني أنا مو استعملت قياس، هذا مو كوب، هذا ديسيلتر، هذا فقط دا استعمله كمغرفة حتى أخلي الطحين. وأخفق. بعدها أضيف المزيد من الطحين مثل ما قلت لكم، هذه 4 أكواب طحين، يعني مو شرط كلها راح أستخدمها. نصف ملعقة كوب من الصودا، أقل من ملعقة كوب من البيكنج باودر، وأبدي أخلطهم أعجنهم باليد.
شلون عجينة صارت تتقبل. أضيف لها قليل فقط من الطحين، مو هواية، يعني فضل عندي تقريبا هذا 3/4 كوب طحين اللي فضل هنا، هذا ما راح استعمله لأنه اكتفيت بالطحين اللي خليته، فبقى من الأربع أكواب 3/4 كوب طحين يعني حتى تعرفون. هكذا صارت العجينة، صارت العجينة عندي جاهزة. راح أسخن الفرن درجة حرارة 180 وراح أبدي بتحضير هذه العجينة. أقطعها، الأشكال وأسويها الأشكال اللي أريدها. عندي هذه القوالب هكذا وأخليهم بالصينية، صينية الشوي، وأنتهي منهم وأدخلهم بالفرن. أجيب قالب آخر وأقطع، كمل التقطيع بقالب شكل ثاني واستمر بيهم وأرجع لكم. بعد ما انتهيت من تحضير العجائن كلها قطعتها، عندي هنا لوز مقشر راح أخلي عليها لوز، أزينها باللوز قبل لا أدخلها بالفرن. ومثل ما قلت لكم سخنت الفرن درجة حرارة 180 وراح أخليها بالفرن إلى أن ما أشوفها يعني شقرت واستوت كلها وأطلعها من الفرن. مثل ما قلت لكم هذه الوصفة الأصلية، صار لي مدة دا أدور عليها، الوصفة اللي كانت عندي ضاعت، فهذه هي وصفتها الأصلية الحقيقية، أما الباقي فهذا مو أصلي كله تقليد. حتى أني منزلة يعني وصفة مو حقيقية، كان انطتني إياها صديقة، لكن هي قالت لي بنفس الوقت قالت لي مو الأصلية. أستمر بيهم وأدخلهم بالفرن وأرجع لكم. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.